مع دكتور ميشيل جابور رئيس قسم جراحة المسالك البولية والأعضاء التناسلية بمستشفى القديس جوارجيوس مستشفى الروم. رح نتابع بلقاءاتنا وموضوعنا تأثيرات كورونا على الخصوبة، على العملية الجنسية، على قدرة الانتصاب عند الذكور وغيرها من المواضيع وتأثيراتها السلبية إذا كان هناك من تأثيرات وكيفية العلاج. دكتور ميشيل جابور صباح الخير. صباح النور إلي، يعطيك العافية. اليوم سيفيل طالع معنا. طبعا هيدي القعدة بالبيت إجباري، هيدي حسناتها دايور. حسناتها بس قد ايه يعني دكتور بحكم شغلكم كأطباء عم بيكون عندكم وقت تقعدوا بالبيت؟ لأن ما شاء الله عليكم بتضلكم بالمستشفيات مع المرضى والحالات الطارئة. ليك ايه، الوضع تبعيتنا هو وضع استثنائي، نحن يمكن غير كل بقية العالم. يعني وقت بيكون في كونفاينمنت نحن الوحيدين اللي ما بنقعد بالبيت. نعم. لأنه المرض ما بينطر إلي. صحيح. والعالم مظبوط على أهمية الكورونا الموجودة، بس نسيوا العالم أوقات إنه في الأمراض البقية اللي بتمرق كل السنة. يعني الإنسان في يمرض، في يعمل ريجستر كانسر، في يعمل التهابات بالمسالك البولية، في يعمل 100 شغلة، في يعمل كريزة بحث. يعني هودي الحالات هي حالات يومية بالرغم من الكورونا. نعم. هلا المميز بهيدي الفترة إنه العالم عم تتجنب دخول المستشفى خوفا من الكورونا. إذا نعم صحيح. اللي عم يصير هو ما بقى عندنا نمط الشغل الاعتيادي، يعني بس أنا نعم. بنزل 8 الصبح أرجع 8 9 شيء على البيت، هيدا ما بقى موجود. صرنا بننزل فترة أقل، منعالج الحالات، الحالات الضرورية جدا هن بيفوتوا على المستشفى، ما هيك بيحبوا بفضلوا إنهم ينطروا. نعم. وأنا مش ضد وقت بينطر، المهم يكون في تواصل بين الطبيب والمريض. يعني وقت نكون نعم. عم ننطر نحن كما بيقولوا عن كونيسانس دو كوز، عارفين حالنا. نعم. عارف نتابع ولا المريض فينا نتابعه. عم نستخدم كتير التليفونات، 100% كتير الواتساب، حتى الصور، يعني نتائج فحوصات الدم، كل شيء عم بيكون عبر الواتساب دكتور. مزبوط مزبوط. طيب دكتور، يعني كورونا إذا بدك طغت على كل الحالات المرضية، نصتنا أمراض القلب، نصتنا أمراض الكانسر، نصتنا أمراض كتيرة يعني بروستات وغيرها، إذا بدي يجيب سيرة الشباب كمان اللي هني عرضة إلى البروستات ما فوق 45-50 سنة. بس حضرتك يعني بمجال اختصاصك، يعني الحالات، بذكر انه بلقاء قلت لي انه في كتير حالات مرضيه اذا ما تداركت بوقت بكير في مؤشر خطر على صحه الانسان. اليوم بظل كورونا وحضرتك عم تقول لي عم تضلكم متابعين، في استدراك لهيدا الامر؟ يعني بعدها الناس عم بتخبر، عم بيلتجوا، ولا لا انه هالقد مستسلمين ومسلمين امرهم لكورونا ومفاعيل كورونا؟ اي يعني ما فينا ننكر انه العالم يلي عم تقدر تنطر عم تنطر. نعم. اوكي، هلا في عالم، في نوعين من العالم، في العالم، في ما تنسى في عالم بعد ما مصدقين للاسف بالكورونا. نعم. عالم بيجوا بعدهم بيوصلوا على العياده تبعيتي بدون ماسك، انا ما بستقبل حد بالعياده بدون ماسك. يعني هالقد في الانفصام اوقات. وفي عالم بعدها عم تجي عم تتابع حياتها اليومية وكأنه لا يوجد كورونا أو كأنه الكورونا ما ممكن تصيبها. وفي العالم يلي كتير خيفانة من الكورونا عم تجرب تعض على جرحها وتنطر. نعم. هلأ الكورونا هي فيها تعطي مشاكل أخرى. يعني بالنهاية الكورونا بتشغل كل الأطباء، مش بس الأطباء الاختصاصيين بالكورونا أو بالرواية، لأنه اكتشفنا أنه هذا مرض يضرب الجسم كله. يعني كل الأعضاء لح تكون معنية. مشان هيك نحن باستمرار، ولو عندنا سكشن الكورونا، بس أنا باستمرار عندي كونسلتيشن مطلوب أني أشوف مريض بقلب اسم الكورونا، لأنه في مشاكل بالكلي، بالمبولة، بالبروستيت ممكن تنتج عن مرض الكورونا. نعم. طيب دكتور، أول شيء خليني أقول لك مبروك، أخذت الجرعة الأولى من الفاكسان عقبال الجرعة الثانية، حتى الله يحميكم وتكون هيك يعني كلكم بأمان. تأثيرات كورونا فيروس على الوضع الجنسي عند الرجال تحديدا بروفيسور ميشيل جابور، هل صحيح أن هناك في تأثير على الخصوبة، على نوعية الحيوانات وكمية الحيوانات المنوية، على ضعف بالانتصاب؟
خلينا إلي نقسمهم لاثنين. تفضل. الخصوبة والانتصاب هني موضوعين مختلفين عن بعضهم، يعني في الشخص، وهذا مش بس مع الكورونا، هيدا نعم. بأي وقت في شخص يكون عنده خصوبة كاملة وعنده مشكلة بالانتصاب، في شخص يكون عنده انتصاب كامل وعنده مشكلة بالخصوبة. خلينا نبلش بموضوع الخصوبة. أي التهاب حاد، أي التهاب حاد مش بس كورونا، أي التهاب حاد نصاب فيه نحن انعكاساته سلبية جدا على كمية الحيوانات المنوية وعلى نوعية الحيوانات المنوية، لأنه جسمنا بيعتبر أنه هالوظيفة هي وظيفة ما بدنا نقولها لوكس، بس هي وظيفة ما بتمشي مع حالات تسمم الجسم، بس يعلى الانفلاماتوري ماركرز، يعني مؤشرات الالتهابات بقلب الجسم. هالمؤشرات هيدي في مواد تفرز بقلب السائل المنوي بتأدي إلى ضرر على مستوى الحيوانات المنوية. هيدا الموضوع معروف، يعني أنا مثلا قبل الكورونا، يعني أفترض أنا عم تابع شخص من شان العقم، نعم، وكان عم يتعالج أو عمل عملية للدوالي وإلى آخره، وعم وماشي حاله، يعني عم تطلع الحيوانات المنوية، وصلنا ل 30 مليون إلى آخره. بيجي هونيك يوم عندي عنده 2 مليون، أول شيء بسأله بقول له كنت عامل حرارة أنت من شي أسبوع؟ إذا كان مرشح رشحة عادية أو عمل التهاب آخر وعمل حرارة، الحيوانات المنوية لحطوطة حكما. هلا بموضوع الكورونا، بموضوع الكورونا بلش يطلع الدراسات، لأنه أول شيء كان هم العالم، يعني هم الأطباء والجهاز الطبي، هي إنقاذ حياة المريض قبل ما بلش نحكي بالخصوبة، قبل صحيح. ما بلش نحكي بموضوع الصحة الجنسية. بس ما تبلشنا نشوف أنه لا، نحن الأغلبية الساحقة من العالم، يعني فوق 98% من العالم ما لح يموتوا الحمد لله. طيب بدنا نبلش نهتم بهالأشخاص هدول، شو لح يصير فيهم بعد الكورونا؟ إذا بلشت الدراسات تبين أنه وقت بيصير في كورونا، inflammatory markers بتعلى جدا بقلب السائل المنوي، وهذا الموضوع في أثر على إضعاف عدد الحيوانات المنوية بصورة مخيفة. يعني في دراسة هون قدامي أنا عم تحكي بإضعاف الحيوانات المنوية بنسبة 516%، يعني 516% بتنزل عدد الحيوانات المنوية. بالنسبة للكواليتي النوعية الحركة بتضعف بنسبة 200-209%، حتى الشكل الحسن تبع الحيوانات المنوية. بتعرف اوقات نحن على طول اللي بيقرا سبيرموغرام بيشوف انه نحن عم نحكي عن الشيب، يعني عم نحكي عن شكل البذرة يلي هي بده يكون على الاقل شكلها طبيعي لتقدر تلقح البويضة. البذرة بتنخفض شكلها، يعني بيتخربط شكلها بنسبة 400% من الحالات. اذا الضرر يلي يلحق الفيرتيليتي بصورة عامة، القدرة على الخصوبة، هو أساسي، هو ضرر ميجر. هلأ هيدا الموضوع الحمد لله اللي فينا نقوله، والملاحظة هي طبعا المدى القصير والمتوسط، لأنه بعد ما صار لنا سنة تنقدر نتابع أمورنا مع هدول الأشخاص اللي عم نقدر تثبت الاختبارات كمان طبعا، لأن نحن الكورونا جديدة، يعني عمرها سنة. بهالمرحلة بهالفترة القصيرة هيدي اللي تسنين لنا نشوف أنه هيدا التأثير، والحمد لله هو تأثير مرحلي. يعني هالانخفاض اللي عم يصير مجرد ما نحن نعطي الأدوية الملائمة لهذول الأشخاص، نرجع نتابعون، نرجع نشوف بعد شهر، كل شهر عن شهر عم ترجع تتحسن السبيرم باراميترز، عم يرجع يتحسن العدد تبع الحيوانات المنوية والنوعية تبعيتهم. وفي أشخاص بعد الكورونا، وصار عندي عدد كبير منهم عملوا كورونا، رجع بعد فترة من الكورونا حبلت زوجاتهم، يعني صار في pregnancy بالعيلة ورجعوا قدروا، يعني إعادة يعني. الترميم ما عم تاخد وقت طويل دكتور. لا لا لا، ليك هون منرجع إلي على شو حدية الكورونا اللي أصيب فيها الشخص، أدي الكمية، يعني كمية الفيروس اللي كان أخذها الشخص، يعني الأشخاص يلي أصيبوا بالكورونا وكلنا صرنا بنعرف حالات من هالنوع ومرأت عليهم مثل رشح بسيط جدا، شوية وجع بالزلعيم وجريان المناخير ليوم 2-3 وبس، هدول التأثير عندهم هو أقل بكثير من الأشخاص يلي عملوا حرارة على أسبوعين وعملوا التهاب بالروية ودخلوا العناية الفائقة إتسترا إتسترا. نعم دكتور، بعد في شيء بشق الخصوبة لننتقل للموضوع الثاني، وهلأ حطيت نوت عندي كمان لأن إجيني السؤال عم بيسألوك بروفيسور ميشيل جابور، إذا الطعم
له تأثير أيضا، لأن بتعرف يعني بالفترة الأخيرة لما صار في هيك تشوش كتير حول يعني فعالية الفاكسان، بيأثر بيلعب بالدي ان اي وما بعرف شو، بيفوت بالجين وإلى ما هنالك، وبيخربط ب إذا بدك الأمور الوظيفية بأعضاء معينة بجسم الإنسان. صار في خوف تحديدا عند فئة الذكور أنه ياخذوا الفاكسان حتى ما يأثر على الصحة الجنسية. هي بنتركه للآخر، خليني أحكي عن الانتصاب إذا بتسمح، إذا خلصنا قصة الخصوبة. ليك ايه بالنسبه للخصوبه في ملاحظتين بدي اعطيها. اول شيء المساءب انه نحن الادويه يعني مجموع الفيتامينز يلي بنعطيها لمريض الكورونا، وهون اذا مرضاي عم يسمعوني بيعرفوا كثير منيح، هل مجموعه الفيتامينز هي نفسها اللي بالايام العاديه ما قبل الكورونا كنا نعطيها نحن لتحسين الخصوبه؟ سو هالكوكتيل من الفيتامينات الاي سي اي الى اخره دي كلهم يلي بيتاخذوا بالكورونا كنا نعطيهم لانه هدول انتي اوكسيدنتس، سو مثل ما كنا نعالج فيهم الحالات عدم الخصوبه ما قبل الكورونا، نحن عم نستمر بعلاج حالات الخصوبه ما بعد الكورونا، وعم تفرجينا نتائج كثير حلوه. طبعا هذا على مستوى بنسميها بيرسونال اوبزرفيشن، يعني ما عندنا دراسات راندومايزد كنترول، يعني دراسات كبيره تتاكد، بس واقع الامر عندنا بحياتنا نحن المعيوشه يوميا بالعياده ومتابعه المرضى، هدول عم يلعبوا دور كثير مهم لانه بخففوا الاوكسيديتيف ستريس، بخففوا سميناهم انفلاماتوري ماركرز يلي بيضروا البذره. عشان هيك بنستمر فيهم، يعني مرضى الكورونا يلي عندهم مشكلة خصوبة، الدواء يلي أعطي لهم، مجموعة الفيتامينز اللي أعطيت لهم بفترة الكورونا حيستمروا فيها، من الأفضل يستمروا فيها على فترة أقله 3 شهور بعد الكورونا، لأنه هيدي بتساعدهم على تحسين الحيوانات المنوية. الموضوع الثاني يلي ممكن بس خليني قبل ما نبلش بالموضوع الثاني دكتور، في أشخاص يمكن يعني ما كان بيلا فاضل تفكر بالصحة الجنسية، يمكن بدها تاخذ وقت لترجع تمارس حياتها ونشاطها الطبيعي لا تكتشف بهيدا الوقت. بتنصح الجميع خاصة اللي أخذوا كورونا وكان أثارها كتير قاسي عليهم يخضعوا لهيك فحوصات؟ ليك يعني هون فتنا هلأ بشق الحياة الجنسية. تقلك شغلي بالنسبة لموضوع الخصوبة طبعاً بنصحهم ليخضعوا للفحوصات، يعني اللي كان عم يحاول يجيب أولاد وأصيب بالكورونا طبعاً بده يرجع يتابع، يرجع يزور طبيبه ويتابع هيدا الأمر تيشوف أي متى هو الوقت الأفضل، حتى لو كان هالكوبل هني مشروع IVF يعني التلقيح الاصطناعي. أنا ما بنصح بالتلقيح الاصطناعي مباشرة بعد الكورونا، يعني أنا بنصح أن نطول بالنا أقله 3 شهور الباراميترز كلها تتحسن، لانه نحن بالتلقيح الاصطناعي اللي اسمه IVF او ICSI نحن شو بناخذ؟ نحن بناخذ البذره على يعني شكلها فقط. صح، خيره المجموعه. مزبوط. ايه هلا الخيره نحن كيف بنعرفها؟ بنعرفها بس فقط بالشكل وبالحركه. بالشكل. ما بنقدر نعرف الدي ان اي تبعيتها كيف هو. سو نحن منشان هيك وقت الاثار بتكون موجوده فينا نفترض انه الاثار موجوده على كل الجهاز، منشان هيك بعد الكورونا النصيحة أن نطول بالنا 3 شهور لهالإنفلاماتوري ماركرز يخفوا، بعدين يقدروا الكابلز يعملوا الـ IVF. نعم. هلا بما يختص بموضوع الحياة الجنسية. نعم. بالنهاية الكورونا هو مرض مزعج جدا، يعني الأشخاص اللي طلعوا منه وعملوا كورونا حادة ما لح يكون لهم نشحة مثل ما بيقولوا. ما يعني هيك يعني العامل النفسي بيأثر. اكزاكتلي، ما أنت الرغبة الجنسية هي مرتبطة عضويا بالويل بينج، يعني إذا أنت جسمك مش منيح، إذا واحد حرارته 40 أكيد ما رح يكون عنده رغبة جنسية، بقى هودي الأمور بدها تيجي شوي وشوي. أضف لأنه الكورونا ممكن تترك أثر سلبي على القدرة الجنسية، هلا حتتركها من ناحية العامل النفسي لأنه صرنا عايشين كثير منيح، إنه الأشخاص المصابين بالكورونا والأخص وقت سمعوا كثير على التلفزيونات انه اليوم السابع واليوم العاشر والى اخره، يعني بعرفها من كل مرضاي واصدقائي. صحيح. صاروا عم يعدون بس بالدقائق انه اليوم دخيلك، انا اليوم باليوم السابع بركي مت بكره، يعني هالقد الضغط النفسي كان موجود. اذا هيدي الحاله النفسيه هي بحد ذاتها مؤذيه جدا للسكشوال بوتنشل، مؤذيه جدا للرغبه الجنسيه بالاول، يعني ما راح يكون في رغبه عند هدول الاشخاص.
اثنين الريكفري بيريد، عم يطلعوا الاشخاص من الكورونا وما عم يطلعوا دغري مباشره ويقوموا يقدروا يركضوا، عم يدلوا في منهم عم يدلوا بحاجه لاكسجين وقت بدهم يتحركوا، جسمهم عم يدل مهدود، يعني عم ياخذوا فتره طويله للتعافي. وبرجع بقول كمان الرغبه الجنسيه والقدره والدافع الجنسي سكشوال درايف، هالدافع الجنسي ما بيجي الا مع جسم سليم ونفسيه سليمه. نعم. هودي بده ينطر الوقت الكافي تيبلشوا الريكفري تصير باحسن حالتها. وانا بقول لهم وما تبلش المريض يطلب العلاقه الجنسيه معناتها بلش يتحسن، يعني ولا ما لح يطلبها قبل هو لان صار عنده الرغبه. Exactly. والرغبه هي اشاره من الاشاير انه تحسن تعافى اشاره انه تعافى. نعم. هلا شيل العامل النفسي على جنب يلي صرنا متفقين عليه انه عامل النفسي كثير مهم، والعامل الصحه العامه انا في عندي خللين عضويين الكورونا ممكن تسببهم. اول خلل هو على مستوى شرايين القضيب، لانه صرنا كلنا بنعرف انه الكورونا هو مرض تجلطي. نعم. يعني بيسبب جلطات، بيسبب امبولايش ترومبوسس، الشرايين بتسكر. نعم. هيك دايور هيك بيصير بالرؤية، وهيك الاشخاص ممكن يتوفوا فجأة. يعني شخص بيكون تحسن وبنعرف تاني يوم انه عمل كاردياك ارست فجائي. ليه؟ لانه بيكون عمل جلطة رئوية كبيرة. نعم. نفس الشيء بيصير على مستوى شرايين القضيب، بيصير في تسكير بشرايين الدقيقة تبع القضيب، منشان هيك موضوع الانتصاب فيه يتأثر جديا. هيدا الموضوع نحن بنقدر نكتشفه، يعني بنقدر نكتشفه بنقدر نعالجه. وأدوية سيلين الدم يلي بتتاخد مع الكورونا بتفيدنا بهذا الموضوع. بلس الأدوية يلي عادة نحن نستخدمها للمساعدة على الانتصاب، يعني إذا بدنا نسميها هي عائلة الفياجرا. الأدوية يلي هي من عيلة الفياجرا أو التطور تبع الفياجرا، في منهم أدوية طويلة الأمد بتمشي على 24 ساعة بدل مفعولة بالجسم، كمان هيدي بتساعد على تفتيح الشرايين الدقيقة، منشان هيك بتساعد على استعادة القدرة على الانتصاب الجيد بطريقة سريعة. نعم. العامل دكتور الآخر... عفوا بس لأن في عندي سؤال كمان إذا بتسمح لي. سؤال بيقول أصيب بالكورونا وطلب منه طبيبه يضل ياخد الأسبرين لبعد 3 أشهر، نفس الشيء مع مرضاك اللي أصيبوا بكورونا واللي عندهم مشاكل بالصحة الجنسية، كمان بتنصحهم لما بعد 3 أشهر على الأسبرين أو مزبوط. مسيل الدم مزبوط هوني. أي بس في علامة بس علامة يعني على موضوع الأسبرين، لأنه ممكن يكون أسبرين وممكن يكون مميع آخر. نعم. يعني المميعات من للمميعات. نعم. هوني بنرجع كمان للشخص يلي عمل كورونا بسيطة وكان شاب، يعني شخص عمره 30 سنة أو 25 سنة وعمل كورونا بسيطة، في ياخد المميعات لفترة 3 أسابيع أو شهر بعد كورونا. بينما الأشخاص اللي عملوا كورونا حادي جدا مع حرارة ومع دخول عيني والتهاب رئوي بدهم ياخدوا على 3 شهور. نعم. كنت عم بتابع قطعتك، بعتذر بروفيسور. عم أقول الموضوع الآخر يلي بيلعب دور على 2، على الرغبة الجنسية وبيلعب دور على نوعية الانتصاب، هو الخلل الهرموني. هيدا موضوع صار كمان واقع، يعني عندنا صار في دراسات عليه. أظهرت هودي الدراسات إنه الهرمون الذكري اللي اسمه التستوستيرون مع الكورونا بينخفض. هلا وقت بينخفض الهرمون الذكري في عندنا طريقتين تينخفض، يا إما غدة الرأس نسميها ماستر جلان اللي هي هايبوثالاموس أو هايبوفيسيس، بطلوا هني يفرزوا الهرمون المحفز للخصية تنتج تستوستيرون، أو الخصية بحد ذاتها هي بطلت تنتج تستوستيرون. كيف بنعرف نحن؟ هو بدراسة الهرمونات اللي بتجي عن غدة الرأس، وإذا بنكتشف إنه هرمونات غدة الرأس كانوا عاليين، إذا التستوستيرون واطي، الـ LH FSH يلي هن الهرمونات غدة الرأس كانوا عاليين، إذا المشكلة هي واضحة، الكورونا بيصيب الخصية مباشرة، عم يأثر مباشرة على الخصية، وهون بيأثر على الخصية عند الرجل وبيأثر على الأوفري على المبيض عند المرأة بنفس نعم بنفس الشكل تماما. نعم. وانخفاض الهرمون
تفضل. دكتور عفوا، بس لأن بأحد البرامج أتوا على ذكر حالة صارت ما بعرف بأي بلد أوروبي، استئصال خصية من الخصيتين نتيجة مضاعفات كورونا فيروس. أنا مش مطلع علي هيدي الحالة، بس أنا فيني أتوقع ليش. يعني مثل ما قلنا نحن في عندي تجلطات، وفي تماما تروح جلطة على الخصية، يعني فيها تروح جلطة وتسكر نعم. الشرايين الأساسية طبعا الخصية، والخصية تموت تضمر، بيضطروا أن يشيلوها. كما أنه الالتهاب في شكل كومبلمنت وكمان يسقط على الخصية. نحن بنعرف هالشي من وراء فيروس مشهور يلي هو الأبو كعيب، نعم. المامس، ابو كعيب يلي بيعمل تورم هون. وقت بيصير في ابو كعيب اول شيء بنعتل همه نحن انه يسقط على الخصيه، بيعمل ورم بالخصيه بنسميها مامس اوركايتس، وهيدي فيها نعم. تاثر على الخصوبه بعدين. دونك في اي مش غريب انه يكون صار في حاله من هالنوع هيدي واضطروا الى استئصال الخصيه، بس نعم منها كثيره يعني مش نعم شائعه هيدي الحاله. يعني أنا صراحة ما عملت ريشيرش عنها، بس في أحد البرامج التلفزيونية أتى على ذكر هذا الموضوع، كان مع كمان مجموعة أطباء. دكتور، يعني بدي أطرح السؤال الأخير مثل ما طرحه محمود بيقول، هل الطعم له تأثير؟ هو بيسألني يعني مثل ما كتبت السؤال على الرجولة، بس قصده أكيد على يعني هو على الخصوبة، ذكوريته. على ذكوريته وعلى الخصوبة. هو الأسئلة اللي عم تطرح أكثر هي بما أنه هذا الطعم هو ماسنجر ار ان اي، هل رح يأثر على الدي ان اي تبعيتنا نعم. وإيفنشولي يأثر على الخصوبة؟ خليني أقولها من الآخر، الطعم ما عندنا خيار غيره، يعني ما في مزح بهذا الموضوع. بس يصير في عندنا باقة من الطعومات قدامنا وفينا ننقي نحن، يعني نحن بلشنا كلنا، صار كل اللبنانيين مش بس اللبنانيين بالعالم كمان نعم. صاروا كلهم اساتذه بعلم الجيني. انا بدي نقي الماسنجر ار ان اي، وانا بدي نقي السبوتنيك، وانا بدي نقي الصيني والى اخره. نحن بالوقت الحالي نصيحتي انا لكل العالم، بس يجي دوره تروح تاخذ الفاكسين، اي فاكسين ممكن يتوفر قدامها. اثنين، وهيدي موجوده بالانترنت، اي واحد يفوت يحط هل الفاكسين بياثر على الخصوبه؟ الجواب واضح، كلا، الفاكسين ما بيأثر على الخصوبة. اللي رح يأثر له على الخصوبة هو إذا عمل المرض، إذا عمل الكورونا وعمل حرارة، هونيك رح يتأثر على الخصوبة، بينما الفاكسين ما بيأثر على الخصوبة تبعيته. فيما يختص التغيرات الجينية، ماسنجر ار ان اي ما بتغير الجين، الجينز تبعيتنا ما بيتغير. بس في عنا نحن شغلي هيدي مهمة جدا، ولا البشرية كانت كلها تشوهات، هيدي بنسميها الوادو تو اوريان، يعني يا كل شيء يا ماشي. يا اما البذره بيكون الجينات تبعيتها هي ممتازه، وقت بتلقح البويضه بيطلع منها جينات ممتازه بيكمل الحمل وبينتج عنه ولاده الطفل، يا اما الحمل ما بيكمل بيقشط، وهيدا السبب يلي بيصير فيه ابورشنز، يلي بيصير فيه ترويح للحمل بالشهر الثاني وبالشهر الثالث وبالشهر الاول الى اخره، لانه الجينات ما كانوا منيح، حيروح البيبي. مشان نعم. هيك ما يعتلوا هم، ياخذوا اللقاح، ما بياثر ابدا على موضوع لا الخصوبه طبعا ولا على الرجل. نعم. دكتور ميشيل جبور، يعني بنهايه لقائنا اذا في هيك اي نصيحه بتقدر تعممها لمرضاك اللي مش عم يقدر يلتقوا فيك بعيادتك او بالمستشفى هلا عبر شاشه التلفزيون، بتقدر توصل لهم اياها، وللشبيبه بشكل خاص اللي عم يتابعونا كمان، واذا اهاليهم عم بيتابعوا ولاحظوا اي يعني ردات فعل عند ابنائهم الصبيان والشباب، شو بتقول لهم؟ اول شيء بالنسبه للمرضى بصوره عامه، ما تهملوا حالاتكم العاديه، الحالات اليومية اللي أنتم عم تعيشوها مخافة من الكورونا. الكورونا نعم. هو أمر سهل جدا تجنبه، هو بلبس الكمامة والابتعاد عن الاكتظاظ وما نقرب على العالم. إذا فينا نجي لعند عيادات الأطباء تبعيتنا يلي بتشوفوا أن الأطباء كلهم عم يحترموا هالتباعد هيدا اللي بيصير مع لبس الكمامة إلى آخره، إذا ما في أي سبب أنه هني يتأخروا. اثنين، في عنا الوسائل التواصل، وبعتقد كل الأطباء فاتحين مجال للتواصل مع مرضاهم عبر التليفون إلى آخره، مشان ما نهمل حالنا ونوصل لمراحل بتصير الحالة هي عويصة وممكن تسبب خطر على
على حياتهم. نعم. بالنسبة للشباب، الكورونا بتصيب الشباب مثل ما بتصيب الكبار، يعني هيدي الفرضية يلي دفعنا ثمنها نحن بموجة بالصيف، ودفعنا ثمنها بموجة راس السنة وعيد الميلاد، وقت الشباب اعتبروا انه هني لا يصابوا، اعتبروا حالهم انه هني محميين من الكورونا، راحوا سهروا كلهم مع بعضهم. المشكلة انه هني عملوا كورونا، في منهم كثير تأذوا من الشباب ونقلوا الكورونا لأهلهم، وهون صار في العدد الوفيات المخيف. الشباب بدهم ينتبهوا لأنه هني عصب المجتمع، بدهم يشتركوا معنا بكيف عم نقاوم نحن هذا الفيروس. ما فين يعتبروا حالهم عايشين على كوكب آخر ما في نعم. كورونا. نعم بروفيسور، ورد عندي سؤال على بيج يوم جديد من فايز، بيقول أنا عمري 27 سنة ما عملت كورونا، بس إلي فترة ما عم بيكون في عندي انتصاب، تحديدا عند يعني الصباح عند أول ما يوعى، بس بيقول هو مارق بفترة صار عندهم حالة وفاة بالبيت، هل هيدا الشيء بيأثر ولا عندي مشاكل عضوية؟ فايز عم يسأل دكتور. نعم ليك، أول خطأ شائع عندنا كتير بنسمعه هو موضوع الانتصاب الصباحي. يعني نعم. العالم مش مزبوط انه كل واحد بده يوعى كل يوم، بده يكون يوعى بحالة انتصاب، هذه مش مزبوطة ابدا. المشكلة العالم يلي سامعين هيدا الموضوع، اذا وعيوا يوم ولقيوا حالهم ما عندهم انتصاب وقت عم يوعوا، بيعتبروا انه صار في مشكلة كبيرة عندهم. اول شيء، لكن هيدا خطأ شائع. الانتصاب بيصير هو بحالات معينة من حالات النوم، في 4 حالات للنوم، في حالة وحدة منها فقط بيصير فيها الانتصاب بالليل. إذا ما وعي بهالحالة طبعا ما لح يلاقي في انتصاب عنده، إذا ما لقيناها معناتها هو عنده مشكلة. نعم. 2، شل الكورونا اللي نحن وين عايشين، ما نحن عايشين جو سيء جدا. صحيح، العالم لففنا لف، الضغط على العالم سيء جدا، أمر طبيعي جدا أنه يكون نحن عنا الدافع الجنسي هو منخفض، بس هذا الأمر كله يعالج، كله يرافق، يعني بده مرافقة من قبل الاختصاصيين، بيتجاوز هذا الموضوع. ما في أي مشكلة. بروفيسور ميشيل جابور، أنا بقول لك ميل ميرسي على تلبيتك دعوتنا، كنت اليوم ضيفنا عبر سكايب، إن شاء الله يعني قريبا ترجع الأمور لسابق عهدها وبتكون ضيفنا باستوديو. بذكر حضرتك رئيس قسم جراحة المسالك البولية والأعضاء التناسلية بمستشفى القديس جوارجيوس الجامعي. شكرا لك بروفيسور. مشاهدينا رح نروح مباشرة إلى زميلي باميلا جابور وموجز أخبار الساعة 11.